أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه باي غايب، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم بالشرطة يلي بيكونوا عم يشوفوا بيت صار فيه جريمة، ولما بيشوف المحقق جثة الضحية بيلاقي شكله مخيف وعيونه بيض، وبعدين بيكون ماشي بالبيت وعم يبحث وبيلاقي زوجة الضحية قاعدة على الأرض ومنهارة، ولما بيسألها شبكي بتقله تضحية بطفل والطفل مات والزوج مات، وبعدها بتنتبه للفرد يلي مع المحقق، بتسحب الفرد وبتقوص حالها. بعدين منشوف زوجين رافا وفرح سهرانين بالمطعم، وبيعطيها الزوج هدية وبتخبره انها حامل فبينبسط كتير. وبعد فترة بتفوز شركتهم بالمناقصة وبتخسر الشركة التانية، وبصير بيناتهم جدال وبيقول له رونالد صاحب الشركة التانية لرافا انه ان شاء الله يعيش ليكمل هذا المشروع. تاني يوم بيكونوا فرح ورافا انتقلوا على بيت جديد وبيجهزوا غرفة البيبي وبيحطوا فيها كاميرا مراقبة. بعدين بيخبرها رافا انه امبارح رونالد هدده بس ما بيقدر يعمل له شيء، فبتقله بركي استخدم السحر الأسود. بيستغرب رافا من فرح إنه بتآمن بهي الأمور. وبعدها منشوف رونالد وهو بمكتبه وعم يقول لمساعده إنه هالمرة ما بده يخسر، وبإنه رافا لازم يدفع تمن يلي صار مبارح. وبالليل بيقوم رافا ليفرش أسنانه وفجأة بيحس إنه في سن انكسر وبيمسكه بإيده، وبعدين بيصير يقيمن واحد ورا واحد والدم عبى تمه، فبيصرخ وبيصحى فجأة وبيكون يلي شافه كابوس. وبتصحى فرح فبيخبرها شو شاف، وبتقول له انه هالشي نذير موت حدا قريب، وبتقول له انساه وبترجع بتنام. وتاني يوم الصبح بتكون فرح عم تحضر الفطور وهنن قاعدين ليفطروا، بيشوف رافا محضره لها قطعه لحم نيه، فبيستغرب وبصير يتخيلها عم تاكل بطريقه غريبه، وبعدها بيقول لها هالشي مو مسموح للحامل وممكن يضرها، وبيروح على شغله. وبالليل بتكون فرح متسطحه وبتسمع صوت غريب والغطا بينسحب عنها، وبتشوف وحده عجوز حطت ايدها على بطنها وبعدها بتختفي. فبتقوم فرح وبتفيق رافا وبتقول له انه كان في عجوز لمست بطنه، فبيقول لها انه هذا مجرد حلم وبيرجعوا بيناموا. وتاني يوم بتكون فرح واقفه وبتحس بايد جوا بطنه، ولما بيجي رافا بتقول له بس ما بيصدقها وبيقول لها انه هي تعبانه ولازم ترتاح. وبتكون بدها تطلع من البيت فبيقول لها رافا انه حياخذ اجازه ويروح معها، بس هي بتصر انها تروح لحالها وبتطمنه على حالها. ولما بيكون رافا بالشغل بيخبره لرفيقه ايدي انه زوجته صايره بتتصرف تصرفات غريبه، فبيقول له ايدي انه احتمال يكون هالشي من هرموناتها، وبيساله اذا جابت خادمه، فبيقول له رافا انه كلهم كانوا يتركوا ويمشوا، وبيطلب منه يساعده ويلاقي له وحده تتحمل العمل. وبهذا الوقت بتكون فرح عند الدكتوره، بتسالها اذا عانت من مشاكل صحيه بالفتره الاخيره، فبتقول لها انه صايره كثير بتحب اللحم، وبتطمنها الدكتوره انه هالشي طبيعي. ولما بيكون رافا بشغله بتدق له فرح وبتخبره انه جنس الطفل ذكر، فبينبسط كثير وبيخبر ايدي وبيعطيه هديه كان محضر له اياها. ولما بتكون فرح راجعه بالسياره والدنيا بتكون صارت ليل، بصير بطنها يجعها وبيكون صار موعد ولادتها. وفرح وهي بالطريق بتنزل من السيارة وبتصير تطلب المساعدة، وبيجي رجال ومرته على الميتور وبينزلوا ليساعدوها، وبتطلب منهم يودوها على بيتها. وبالفعل بتولد فرح وبياخد الزلمة المشيمة ليدفنها، وقت بيدفنها بيلاقيها عم تنبض، والست بتحمم البيبي وبتعطيه لفرح ورافا، وبيكونوا مبسوطين فيه كتير وبسموه رانجا. تاني يوم بتكون فرح عم تسمع ابنها موسيقى، وبتروح لعند رافا وبتعطيه ساعة فيها صورتهم، وهي حاملة ابنها بتحس إنه في حدا خدشها من إيدها، وبتفكر ابنها يلي خدشها. وبالليل بتكون فرح متسطحة وبتسمع صوت رانجا عم يبكي بغرفته، فبتروح لعنده وبتلاقيه فايق، وبعدها بيصير عيونه عم يضوي وبيرجع طبيعي، ومنشوف شبح مرا واقف وراها، فبتروح فورا لعند رافا وبتخبره بيلي شافته، فبيحاول يهديها وبيورجيها تسجيل الكاميرا، وبتظهر الشبح لثواني وبيقلها انه يمكن الفيديو معلق، وبس يكمله بيكون ما في شيء. وتاني يوم بيجي ايدي لعندهم وبيكون جايب معه الخادمه فبيستقبلهم رافا، ولما بتكون الخادمه عم تنظف الحمام بتصير تسمع أصوات، وفجأة بتطلع إيد مخيفة من الحمام، فبتخاف وبتروح لعند رافا وبتقول له إنه هذا البيت مسكون، وبتسأله إذا بيآمن بالشامان. وبالفعل بتطلب الشامان وبيجي لعندهم على البيت، وبيسألها إذا تم تطهير البيت، وبتقول له إيه قبل أيام قليلة، وبتحكي له يلي صار معاه بالحمام وبيطلب منها تاخده على الحمام ليطهره. بعدها بيقابل فرح وبتشكره على مساعدته لإلها، وبيطلب يفحص غرفة الطفل، فبيفوت على الغرفة وبصير يتفرج عليها، ولما بيشوف الطفل بيلاقي عيونه ضاويين فبيتفاجأ. وبيطلع فورا وبيقلها لفرح انه في شيء غريب ولازم تطلع هي وعيلتها من هالبيت. وبالليل بتروح فرح لتتفقد رانجا، ولما بتطلع على المرايه بتصير تشوف شيء غريب، وبالاخير بتشوف الطفل شكله مخيف كتير، فبتصرخ وبتنادي لرافا، فبيجي رافا وبتقله انه شافت شيطان وكان لونه اسود واظافيره طوال، بس رافا ما بيصدقها وبيقلها انه هي تعبانه ويمكن عم تعاني من كآبه ما بعد الولاده. ولما بتكون الخادمه عم تشتغل بالمطبخ بتصير تسمع صوت غريب، وفجأة بتشوف ولد ملفوف على الارض، فبتقرب ولما بترفع عنه الغطا بتلاقي عيونه بيض وبيهجم عليها، بس بيكون كل هاد تهيؤات.
وبتطلع فرح على غرفة رانجا بس ما بتلاقيه بتخته، وبتصير تدور عليه، وبعدها بتصير تصعل كتير وبتستفرغ مسامير، وفجأة بتلاقي شبح المرة وراها وبتصير تلحقها، فبتنزل فرح لتحت وبتحاول تهرب، والباب بيكون ما عم يفتح، وبعدها بيصير الضوء يشعل ويطفي، وهي عم تمشي فرح بتشوف شبح المرة وحامل الطفل، فبتمسك فرح الكشاف وبتشغله، وبتشوف ولد مخيف عم يتطلع عليها، وبصير يركض حواليها ويضحك، وبعدها بتشوف الولد عم يفتح باب الخزانة ويسكره، وبتشوف عرباية الطفل عم تتحرك لحالها وبتطلع منها ايد طفل مخيفة، فبتاخد سكينة وبتروح لتقتل الطفل. بهذا الوقت بيصير رافا وبيشوفها وبيركض بيمسكها، وبتصير تقله هذا طفل شيطاني ولازم يموت، فبيقلها انه هذا رانجا وبيحاول يهديها. ولما بيكون رافا واقف بيشوف الطفل المخيف واقف وبيمشي، فبيلحقه وما بيعود بيلاقيه، وفجأة بيهجم عليه شبح المرأة، فبيخاف كتير وبتجي لعنده فرح بتسأله شبه، فبيقلها ايه وبيقلها انه لازم يمشوا من هذا المكان. والصبح بياخدوا ابنهم وبيمشوا فورا وبيروحوا على بيت تاني، وبيجي جارهم الجديد وبيحكي مع فرح وبيقلها اذا احتجتوا مساعدة انا موجود، وبيفوتوا بيضبوا غراضهم، وبالليل بيكون رانجا عم يبكي كتير، ورافا بيكون حامله وعم يهزله، وبيطلع هو وياه برات البيت وبيشوفهم جارهم، فبيحمله وبيسكت الولد، وفجأة بيلاقي عيونه ضو، فبيعطيه لرافا وبيقله حخبرك شي مهم لتحمي عيلتك، وبيخبره قصة وبيقله وضعك بذكرني بقضية قتل وانتحار صارت من كذا سنة، وبنعرف انه الجار هو المحقق يلي شفناه ببداية الفيلم، وبورجيه الخبر بالجريدة وبيقله انه بعدها صار يشعر بالذنب وترك الشرطة، بس هالشي ما منعه من انه يبحث بالموضوع وكمية الغموض يلي فيه، وبيقله انه عظام الضحية كانت مدمرة بالرغم من انه ما في علامات ضرب أو أي شيء على الجسد من برا، وجسد الطفل كانت زرقاء وخالية من الدم، وسأل شيوخ القرية وقالوا له إنه هالشي بسبب طقوس مظلمة، وإنه تم التضحية بطفل بغرض إيذاء ناس، وفجأة بتنادي فرح لرافا، بيكون رانجا عم يسعل كتير وبيطلع من تمه شعر، بعدين رافا بيصير يسعل وبيطلع من تمه مسمار، فبيقله النجار إنه في شخص بده ينتقم من رافا، وهذا الشخص استخدم السحر الأسود لهالشي، وهن قاعدين بيتذكر رافا إنه رولاند هو يلي هدده. وبيقلها لفرح انه لازم يروح وينهي كل شيء الليله وبيتركها وبيمشي، وبيروح على بيت رونالد وبيكون حامل حديده، وبيفوت لجوا وبيلاقي رونالد قاعد وحواليه كله شموع، فبيقول له وقف يلي عم تعمله، وبيستغرب كتير رونالد وبيعصب عليه، فبيطلع رافا حواليه وبيلاقي الشموع على شكل قلب وفيه هديه، وكانوا محتفلين هو وزوجته، فبيعتذر منه كتير وبيقول له انه عيلته عم تمر بفتره صعبه كتير، فبيقول له رونالد احذر من اقربائك، وهو راجع رافا بالسياره بيتذكر حكي جاره، وبيتذكر ايدي لما كانوا عند الحلاق واخذ شعر من على الارض، وكمان بيتذكر وقت اجى لعنده ايدي ولقاه بالحديقه تبع بيتهم. شوف ايدي وهو عم يعمل الطقوس وبيظهر شبح المراه قدامه. وبعدها منشوف ايدي اجى لعند فرح على البيت وبيقلها انه رافا اتصل فيه وطلب منه يجي ليطمن عليها، وبيطلب منها يشوف الطفل ليطمن عليه. فبتطلع وبتجيب رانجا وبيقلها انه هي لازم ترتاح وهو بيحمل رانجا. فبتعطيه رانجا وبيقلها انه كان لازم كون معك وبيقلها خليني زوجك. فبتستغرب فرح من حكيه. وبيقلها ما حأتركك انت وطفلنا، فبتقله فرح يلي بيناتنا انتهى وانها هي سعيدة مع رافا، فبيعصب عليها ايدي وبيقلها انه كان لازم تكون علاقتهم مؤقتة وبسبب هذا الطفل خربت كل خططه. بهذا الوقت بيصير رافا وبيكون ورا ايدي وبيمسكه وبتاخد منه فرح الطفل وبتطلع لفوق، وبصير رافا وايدي يتقاتلوا، وفرح فجأة بتلاقي رانجا اختفى وكل شي حواليها بصير يوقع، وبيضربوا ايدي لرافا بالقنينة على راسه فبيدوخوا بيوقع على الارض، وبالغرفة عند فرح بيصيروا الغراض يطيروا وبيطلع هوا قوي وبيظهر شبح المرأة وبتحمل الطفل وبتصير تنفخ بوشه. وبهذا الوقت بتقلها فرح للشبح هذا طفلي، وبيرجعوا الغراض على الأرض، وبيشوف رافا شبح المرأة ورا ايدي وبتمسكه وبتصير تكسر له عظامه، وفرح بتلاقي ابنها رجع بين ايديها، وبتنزل هي وابنها لعند رافا وبيكونوا خلصوا من اللعنة، وايدي بيكون مات بطريقة رهيبة وعيونه بيض، وهيك بيكون السحر انقلب على الساحر. ولهون بتخلص قصة الفيلم، واذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.